يا صاحبي وش فيك قاعد لحالك؟ ليش انت متغير ومشغول بالك؟ يا صاحبي ضاقت علي الليالي على اللي شغل قلبي وفكري وبالي. مرتضى مرتضى قول لي ايش فيك؟ اقول لك الصدق، ايه راحت ولا علمتني حتى ولا كلمتني، بديناها للعذاب وللسهر سلمتني، يعني نست من أكون وكيف حالي بيكون عشان بس تعرفون إيش قديه ظالمتني. راحت وأنا أسأل وراها ودموع عيني تهل، معقول الهد حد هذا؟ أنا فراقي سهل، ما تدري إني أبيها قلبي تعود عليها. راحت ولا علمتني. بعد هذا العمر كله اكتشفت انها تسلى، يا هي في حقك كبيرة وانت يا غافل لك الله، وانت يا غافل لك الله، ذنب في رقبته يا قاسي ما وراه الا المآسي، اللي ما خاف الله فيك دوم يلعب بإحساسك، دوم يلعب بإحساسك. روح الله حاسيبه يدعي لطفه وطيبه، ناوي يتسلى بقلبك على ما يرجع حبيبه، على ما يرجع حبيبه. مرتضى أقول لك شيء، من زعلك من بكاك ألعن أبوه البكاك، من زعلك من بكاك ألعن أبوه البكاك، لو يعرف إيش قد أحبك صدقني ما يحكي وياك، صدقني ما يحكي. كنت متوقعة أحسن من علي ومن مرتضى، بغض النظر إنه هن شباب كتير أنا بحبهم ولذيذين وكتير مهذبين بالصف يعني بياخدوا بعين الاعتبار ملاحظات وهيك، بس ناقصهم الجرأة. علي ومرتضى ناقصهم الجرأة ليقدموا شيء جديد، لو هالشي بده تصليح وبده تزبيط، بس لازم يكونوا جريئين أكتر. رح بلش بعلي. علي كأنه بيعمل القصص على قد، يعني قد ما مطلوب منه بيعمل، والحمد لله يعني هالقد نوصل. حتى بطريقة التحضير، لأن احنا بنحضر الأغاني وبنسمعهم كل هالقصص، بيعملون المطلوب منه وبيكفي. هيدا شيء لازم هو ينتبه له، لأنه كل البقية عم يشتغلوا عم بيطحشوا تيتقدموا تيوصلوا، لازم ينتبه على هالموضوع تما يصير هو ورا وهن يسبقوا بالأكاديمي. اليوم بالمغنى تبعه كانت قفلته مش كتير واضحة، أكيد كان بالطبقة أكتر، عم بيغني غنية مرتاح فيها بيعرفها حافظها، ولكن بعد لازم يشتغل على التفاصيل أكتر، لأن الأفلات مرات تزق منه تفلت منه، مش دايما تكون ثابتة. مرتضى اللي بحبه بمرتضى أنه بصوته فيه تميز، يعني فيه مثل هيك ماركة مسجلة أنه هذا صوت مرتضى، عنده خاصية بصوته، هذا شيء كتير حلو، وعنده طريقة بالأداء كمان خاصة فيه، بتشبهه بتشبه محيطه بتشبه بلده. في أخطاء أوقات بيصحط منه صوته، ولكن بالمطلق بيعطينا أحساس حلو، بيعطي جمالية معينة. مرتضى حسيته بلش يطلع من حاله، بلش يفجر الطاقات اللي عنده إياها.